قاسم عبيد بيعدي، قاسم عبيد كرة لموسى فراوي خطيرة، تسد الله يا جمالك يا جمالك على هدف هلالي ملعوب، هدف هلال يستحق التصفيق ويستحق الإشادة، وهدف هلالي ملعوب عن طريق محمد نزال. محمد نزال نزل كرة في الشبكة فوق الحارس عزم شويكي بعد هجمة هلالية محكمة منظمة وتبادل ممتاز للكرة، ومن ثم محمد نزال حطها من على قوس ال 18 ممتازة جدا جدا في شباك الحارس عزم شويكي. الهدف الأول قبل انتهاء الشوط الأول، قاسم على طول يصلح موسى ولا أجمل من موسى، ثم محمد نزال على طول وصلت له الكرة نموذجية، اللمسة الرائعة، التمريرة البارعة والهبوط. علي عدوي لعب أيضا للظهرية في موسم ماضي بشكل ممتاز. قاسم هلّا 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 هلّا، قاسم عبيد الأسد الكرمي، الفهد الكرمي الأسود يكشر عن أنيابه ويسجل هدف ولا أجمل بتصويبة صاروخية في شباك الحارس عزم شويك. 2-0 والهلال يضرب في المرة الثانية وأيضا من خارج منطقة الجزاء. هذه التصويبة من قاسم عبيد روعة وقوية في شبكة الحارس عزم شويكي، روعة من قاسم عبيد. داود سرحان، عرضية داود، خروج رمزي، لمسة يد وركلة جزاء. صادك يا موسى، نعم صادك يا موسى، وابتسامتك واضحة من هنا يا موسى، لأنه لمسة اليد واضحة على موسى فراوي، وبالتالي ركلة جزاء لفريق الأهلي. نعم ركلة جزاء، الحكم قريب واللقطة واضحة وركلة جزاء. شفنا ركلة كان فيها اعتراض على زهير شعبان ضد مدافع فريق، هذه الإعادة نعم ضربت بيد موسى فراوي، متعمد غير متعمد، هنا موسى فراوي في مكان قريب. أشرف نعمان، رمزي يقول له روح في اليمين، أشرف يروح في الشمال، أشرف يقول له روح في الشمال، في اليمين حاط له إياها صح، أشرف نعمان يقلص الفارق. رمزي حكيت تروح في اليمين راح لك في اليمين، لكن حطها قوية باقتدار أشرف نعمان ليقلص الفارق فريق الأهلي 2-1 في آخر الدقائق، حوالي باقي 5 دقائق ربما مع الوقت الإضافي. هل ينجح فريق الأهلي في العودة من بعيد في اللقاء اللي كان واضح أو كان متوقع أو كان ربما باين في بعض الفترات بأن الهلال تسيد وسيطر على المباراة، ولكن بعض اللحظات تكون فارقة ومنها ركلة الجزاء الأخيرة على موسى فراوي. إذن فعليا